السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي الأعزاء في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. عنوان الدرس: جزاء الصدق وعاقبة الكذب، الجزء الثالث للصف الرابع الابتدائي. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن يعدد أنواع الكذب تعداداً صحيحاً، يذكر آثار الكذب ذكراً صحيحاً، يستنبط الدروس المستفادة من الحديث الشريف. ولكن قبل أن نبدأ في دراسة أهدافنا لهذه الحصة، هيا لنراجع سوياً ما تم دراسته في الحصة السابقة، وذلك من خلال الإجابة على هذه الأسئلة. صل العبارة من المجموعة ألف بما يناسبها من المجموعة باء. الصدق مع النفس كيف يكون؟ أحسنتم، بمحاسبتها وتصحيح أخطائها. أما الصدق مع الناس فكيف يكون؟ أحسنتم، بعدم الكذب في الحديث معهم. أما الصدق مع الله تعالى يكون بالتزام الطاعة والعبادة. أحسنتم أبنائي. أبنائي المبدعون، ما هي الآثار المترتبة على التزام المسلم بخلق الصدق في جميع أقواله وأفعاله كما ذكرنا في الحصة الماضية؟ أحسنتم، من هذه الآثار المحبة، النجاة، الطمأنينة. الهدف الأول: أن يعدد أنواع الكذب تعداداً صحيحاً. سؤال لأبناء المبدعون: هل يقتصر الكذب على كذب الحديث مع الناس فقط؟ ولماذا؟ هيا فكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من هذا الحديث هناك نوع من أنواع الكذب، ما هو؟ فكر ثم تابع معي. أحسنتم أحبائي، فإن من أنواع الكذب الكذب على الله تعالى، وكذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا الكذب على الناس، وهذا هو المشهور والمعروف. مثال الكذب على الله تعالى: أن تقول على الله تعالى ما لم يقل، فتقول أن هذا أحله الله أو هذا حرمه الله، والله تعالى لم يحله ولم يحرمه. ومن أمثلة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم نسبة أحاديث إليه لم تصح، بأن تنسب إليه قولا أو فعلا لم يقله ولم يفعله. أما أمثلة الكذب على الناس فهي كثيرة ومتعددة، منها الافتراء على الآخرين حقداً وحسداً، كذلك الغش في التعامل معهم. والآن بني، بعد أن تعرفت على أنواع الكذب، هيا لتتحقق من مدى فهمك لها، وذلك من خلال فتح الكتاب المدرسي صفحة 94، ثم أوقف العرض للإجابة على هذا النشاط. من أنواع الكذب: أحسنتم، الكذب على الله تعالى، أيضا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنتم، الكذب على الناس، بارك الله فيكم. الهدف الثاني: أن يذكر آثار الكذب ذكرا صحيحا. سؤال لأبنائي المبدعون: ما الآثار المترتبة على التحلي بخلق الكذب
سواء على الفرد أو المجتمع. هيا فكر ثم تابع معي لتتعرف على هذه الآثار. أحسنتم التفكير أيها المبدعون، فإن من آثار الكذب ما يعود على الفرد، ومنها ما يعود على المجتمع. أما الآثار التي تعود على الفرد فمنها أن الكذب طريق الفجور المؤدي إلى النار، فهو طريق لكل شر يؤدي بصاحبه إلى نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. أما الآثار التي تعود على المجتمع فهي انتشار العداوة والبغضاء والكراهية، فإن الكاذب لا يحبه أحد. والآن هيا بني قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 94 ثم أوقف العرض للإجابة على هذا النشاط. من آثار الكذب على الفرد، أحسنتم، الكذب طريق الفجور المؤدي إلى النار. أما على المجتمع، بارك الله فيكم، انتشار العداوة والبغضاء. الهدف الثالث، أن يستنبط الدروس المستفادة من الحديث الشريف. هيا أحبائي لنفكر سويا، ما هي الدروس المستفادة من الحديث الشريف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا. فكر ثم أجب. أحسنتم أحبائي، فإن من الدروس المستفادة من الحديث الذي بين أيدينا أن الصدق كله خير والكذب كله شر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، ومعنى البر أي الخير، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، ومعنى الفجور وكل شر. واستفدنا أيضا أن الصدق يوصل صاحبه إلى رضا الله تعالى، أما الكذب فيوصله لغضب الله تعالى. كذلك فالصدق طريق إلى الجنة، والكذب طريق إلى النار. كما أن الصادق يكسب محبة الله تعالى والناس، عكس الكاذب فهو يخسر محبة الله ومحبة الناس، ويعيش بين الناس مبغوضا مكروها. وبعد أن تعرفنا على بعض الدروس المستفادة من الحديث الشريف، هيا بني قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 95 ثم أوقف الفيديو للإجابة على السؤال الثالث. أذكر فائدتين تعلمتهما من الحديث الشريف. أحسنت، فقد تعلمنا أن الصدق كله خير، وأن الكذب كله شر. كما تعلمنا أيضا أن الصدق يوصل صاحبه إلى رضا الله تعالى، أما الكذب فيوصله لغضب الله تعالى. والآن هيا لنقم بحل تدريبات الكتاب المدرسي. هيا بني قم بفتح الكتاب صفحة 95. أولا، اختار الإجابة الصحيحة من بين البدائل. راوي حديث إن الصدق يهدي إلى البر هو عبد الله بن مسعود، أم عبد الله بن عمر، أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟ أحسنتم، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الصدق هو مطابقة الخبر لما أريده، أم الواقع، أم ما طلب مني؟ أحسنتم، للواقع. ثانيا، ضع الكلمات ما بين القوسين في مكانها الصحيح في العبارات التالية: كلمة الفجور، البر، الجنة.
الصدق يهدي إلى، أحسنتم، يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى، رائع، الجنة. أما الكذب فيهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. بارك الله فيكم. انتقل إلى الصفحة 96. رابعاً، ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي: الصادق يحبه الله ويحبه الناس ويدخل الجنة، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم، فهي عبارة صحيحة. الفجور اسم جامع لكل خير، هذه العبارة صح أم خطأ؟ بالفعل هي خطأ، فالفجور اسم لكل شر. الكاذب يكره الله تعالى والناس ويدخل النار، هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ بالفعل عبارة صحيحة. عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، صح، إجابة صحيحة، أحسنتم. والآن هيا لنمرح ونتعلم، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة في هذه اللعبة. معنى كلمة الصدق، هل هي الإخبار بما يوافق الواقع أم الإخبار بما يخالف الواقع؟ أحسنتم، هي الإخبار بما يوافق الواقع. معنى كلمة يهدي، هل هي يوصل، يأخذ، يمسك؟ أحسنتم، يوصل. المقصود بالفجور هو كل خير، هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم، فهي خطأ، فالفجور هو كل شر. تصف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالتواضع، هذه العبارة صح أم خطأ؟ أحسنتم، عبارة صحيحة. من آثار الكذب على الفرد أنه يؤدي بصاحبه إلى النار أم ينشر العداوة والبغضاء؟ أحسنتم، يؤدي بصاحبه إلى النار. من أمثلة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم نسبة أحاديث له لم تصح، هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ عبارة صحيحة، بارك الله فيكم. المقصود بكلمة البر، هل هي كل خير أم كل شر؟ أحسنتم، هي كل خير. وفي الختام أشكركم أحبائي لحسن استماعكم. لا تنسوا أن الصدق طريق الجنة والكذب طريق النار. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.